بس عندنا مناشرات كثيره على صفحتنا اهل المدينه، بس اكو تصحيح معين. احنا عندنا بفقره الصور الاكثر تداولا ارسلت لنا احدى الصديقات اللي هي اميره صوره لابنها في احدى المستشفيات اعتقد في استراليا. انا ذكرت بالخطا انه سرطان، لان امس كان كنا نحكي عن مرضى السرطان، ابنها مصاب بالربو حتى لا يقلقون الاهل في العراق، وانا اسفه على هذا الخطا. طيب ايضا مناشده اخرى من فراس الحنين يقول مناشده انه يعني هناك ارجو مناقشه موضوع ضرب الاطفال في المدارس، وهذا دائما نطرحه وبقوه، وحتى اذا وصل لنا فيديو احنا دائما ننشره ونحكي بالموضوع ونثير ضجه بهذا الموضوع. يقول اكو صارت حاله امامي معلمه انجليزي ضربت طالبه بقسوه حتى نسفت من انفها. احنا يا ريت تدزلنا اسم المدرسه واسم المعلمه حتى اذا وزاره التربيه، مو احنا نعطي، نتمنى من وزاره هي اللي تباشر بالسؤال عن هذا الموضوع لانه يهمها ويخصها، وتعمم الموضوع على كل المدارس عدم ضرب الطلبه مهما كان الموضوع. صحيح. الكلمه الطيبه صدقه، ترى الطلاب واحد يحشو وياهم بالعين والاغاتي يجون بالضرب، احنا راح نهدم العمليه التربويه.